الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. هنكمل إجابة الأسئلة تكميلا للقسم الأول اللي انتهينا فيه من إجابة 11 سؤال. السؤال رقم 12: لماذا صلوات طقس المعمودية طويلة جدا وبها هذا الكم الهائل من الصلوات؟ صلوات طقس المعمودية هي بنفس أهمية صلوات طقس القداس، لأن الليتورجية المسيحية لا تحقق معناها وفاعليتها في الكنيسة إلا بالمعمودية ومن خلالها. المعمودية هي قلب لتورجية الكنيسة وتقواها. المعمودية هي باب الحياة الجديدة والقوة التي تحفظ فينا هذه الحياة وتنميها. المعمودية هي محور التقوى المسيحية وأساسها فينا، وفهم سر المعمودية ضرورة حياتية للكنيسة وأولادها. ونقطة البداية لحياة متأصلة وراسخة في المسيح. سر المعمودية في الكنيسة المسيحية هو سر الميلاد الجديد من الله. والميلاد من الله لا ينفصل قط عن الحياة فيه. المعمودية توحد المؤمن بالمسيح، بتمنحه مشاركة المسيح في موته وقيامته، تطهره من خطاياه، وتهب الخلاص، وتمنحه أن يتحد بجسد المسيح وينضم إلى شركة الكنيسة، توحده مع بقية المؤمنين ليصير الجميع جسدا واحدا وروحا واحدا بإيمان واحد لرب واحد، لأن المعمودية واحدة. الذي لا يدرك كيف ولد من الله لا يمكنه أن يحيا له. المعمودية وطقوسها وصلواتها في غاية الأهمية. صلوات طقس المعمودية في التقليد القبطي صلوات قديمة جدا، بل سحيقة في القدم، ولازال قانون الإيمان اللي بيلقن للمعمد أو لإشبينه في الطقس القبطي هو من أقدم قوانين الإيمان اللي عرفتها الكنيسة الجامعة، يعني هو أقدم من قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني الذي نردده في لتورجية القداس الإلهي. يعني أنا مش بطلب منكم غير إنك تمسك كتاب
صلوات المعمودية وتقعد تقرأ هذه الصلوات وتنتبه للي مكتوب فيها، لأنها عميقة غاية العمق. المعمودية في القرون الأولى للمسيحية كانت بتمارس على مرأى من الشعب كله، فالشعب كله بيكون حاضر مراسيم المعمودية عشان يتذكر اليوم اللي هو اتعمد فيه، الصلوات اللي اتقالت له اتقالت عليه عشان يتعمد ويخرج من الجرن ابن لله. لكن حاليا بعد ما بقت المعمودية بتتعمل في زاوية من زوايا الكنيسة بيحضرها بعض أقارب المعمد، فبقت مش أساسية في حياتنا، وهذا قصور إحنا بنعيشه حاليا. هو ده السبب اللي بيخلي صلوات المعمودية طويلة، لأنها في النهاية بتولدنا بنين لله. سؤال رقم 13، معروف أن قانون الإيمان صيغة من نصوص المعموديات السابقة لمجمع نيقيا، محتاجين نظرة على النصوص الأولى للمعموديات وتاريخها. والحقيقة أنا هصحح صيغة السؤال، معروف أن قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني قد صيغ من نصوص قوانين قديمة للإيمان كانت تقال أثناء مراسيم المعمودية. فما هي هذه النصوص الأولى لصيغ الإيمان للمعمودية في الكنائس المختلفة؟ هو ده المقصود من السؤال. قانون الإيمان النقاوي لم يكن هو أول قانون إيمان في الكنيسة الجامعة، لأن من أقدم قوانين الإيمان قانون الإيمان المعروف باسم قانون دير البلايزة، هو تسمى كده لأن دير البلايزة ده موجود جنب أسيوط صعيد مصر. اكتشف في هذا الدير بردية سنة 1907 ميلادية، بتعود إلى القرن السادس الميلادي، وتمثل في الواقع طقس القرن الرابع الميلادي في كنيسة مصر أو ما قبله. بتحوي جزء من النص اليوناني لليتورجية القديس مرقس الرسول. في نهاية هذه البردية بيأتي نص القانون اللي هو قانون دير البلايزة، اسمه كده، اللي هو بيقول إيه؟ والقانون ده لا زال مستخدما في الكنيسة القبطية في طقس المعمودية لحد النهاردة. هو ده نفس القانون اللي بيردده الأسقف أو البطريرك أثناء الرسامة. النص بتاعه: أؤمن بإله واحد، الله ضابط الكل، وبابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، وبالروح القدس المحيي، وبقيامة الجسد، وبالكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة. هو ده قانون دير
البلايزة، وترديد قانون الإيمان في صيغة مثلثة هو تقليد موغل في القدم، وهو سابق على صيغة قانون الإيمان عند هيبوليتوس في كتاب التقليد الرسولي لهيبوليتوس، واللي بيمثل تقليد النصف الأخير من القرن الثاني للميلاد اللي احنا بنسميه قانون الرسل. العلامة أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي في عظته التامنة على سفر الخروج أشار إلى هذا القانون، كما أشار إليه أيضا البابا ديونيسيوس الكبير في رسالته إلى سميه ديونيسيوس أسقف روما بخصوص نوفاتيان، أشار يعني إلى قانون الرسل. وفي قوانين أخرى في الكنائس المختلفة زي قانون الإيمان الروماني وقانون كنيسة أورشليم كما سجله القديس كيرلس الأورشليمي في القرن الرابع، لأنه لم يكن من المعقول أن تعيش الكنيسة حوالي 3 قرون بدون قانون الإيمان أو صيغة للاعتراف بالإيمان. بس قانون الإيمان في هذه الفترة المبكرة كان بيتسمى قاعدة الإيمان أو الأمانة، لدرجة إن مجمع نيقيا المسكوني الأول كل القوانين اللي هو حطها ما فيهاش كلمة قانون، لكن اتسمت قوانين نيقيا بالمجمع المسكوني اللي بعده، فكلمة قانون ما هياش كلمة قديمة قوي، فكان بيتسمى قاعدة الإيمان أو الأمانة. يظهر اهتمام الكنيسة بتسليم قانون الإيمان في أن الأسقف هو الذي يقوم بذلك بنفسه، فيكتب القديس أمبروسيوس أسقف ميلان في القرن الرابع رسالة إلى أخته مارسيلينا بيقول لها في اليوم التالي إذ كان يوم الرب بعد الدروس والعظة لما خرج الموعوظون سلمت لطالب العماد قانون الإيمان في معمودية البازيليكا. وبيقول الأسقف يوحنا خليفة القديس كيرلس الأورشليمي في رسالته إلى جروم إن العادة عندنا أن نسلم تعليم الثالوث الأقدس بصورة عامة خلال 40 يوما للذين سيعتمدون. كان على الموعوظين بعد أن يتعلموا قانون الإيمان اللي هم يتلوه غيبا أمام الأسقف أو الكهنة في يوم الخميس الكبير، وبعد تعليم قانون الإيمان يتم شرح الصلاة الربية أبانا الذي في السماوات بحسب شهادة القديس جيروم في القرن الرابع الخامس للميلاد. كانت الكنيسة بتؤجل إعلان كلمات قانون الإيمان والصلاة الربية حتى نهاية فترة التعليم واقتراب الصوم الأربعيني، حيث تبدأ فترة إعلان الأسرار الخاصة بالتعليم. كان الإقرار بالإيمان على شكل أسئلة وأجوبة هو ما تمارسه كنيسة مصر وسوريا
وأورشليم وفلسطين وكل آسيا باستثناء كتاب المراسيم الرسولية اللي بيمثل طقس ضواحي أنطاكيا وليس أنطاكيا نفسها. في ذلك بيقول القديس كيرلس الأورشليمي عند لحظة التغطيس: لقد سئل كل واحد منكم إن كان يؤمن بالآب والابن والروح القدس، فاعترفتم الاعتراف الخلاصي وغطستم أو غطستم 3 مرات في الماء وصعدتم منه. يعني في المعمودية الاعتراف بالإيمان كان بيبقى تحت شكل 3 أسئلة بيسأل الأسقف اللي هيتعمد: هل تؤمن بالآب؟ فيقول أؤمن، فيغطسه في الماء باسم الآب والابن والروح القدس، وبعدين يطلعه من المية: هل تؤمن بالابن؟ يقول أؤمن، يغطسه في الماء باسم الآب والابن والروح القدس، وبعدين يخرجه: هل تؤمن بالروح القدس وبقيامة الجسد والكنيسة المقدسة الجامعة؟ يقول أؤمن، فيغطسه للمرة الثالثة في المية ويصعده. فالاعتراف بالإيمان في القرون المبكرة كان بيتم تحت شكل أسئلة وأجوبة. دي فكرة بس مبسطة عن بعض القوانين القديمة اللي اتخذت منها صيغة قانون الإيمان النقاوي، ولكن ما يميز القانون القديم المستخدم في المعمودية القبطية لحد النهاردة طبقا لمخطوط أو بردية دير البلايزة، إنه في اعتراف بقيامة الجسد، وهو بند غير مذكور في قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني. السؤال رقم 14: أبونا قال في المحاضرة إن زيت الميرون كان في الأول بيتصلى على الزيت وقت طقس المعمودية نفسه، هل معنى كده أن الكاهن هو اللي كان بيصلي على زيت الزيتون النقي؟ لا يحق للكاهن القس أو القمص أن يصلي على زيوت المعمودية، ولقد احتفظ بطريرك كنيسة الإسكندرية وحده بهذا الحق حتى اليوم. ففي البدايات المبكرة للكنيسة كانت مراسيم المعمودية بتجري مرة واحدة في السنة، أي في ليلة عيد القيامة قبل بدء صلوات العيد، كان بيتجمع كل اللي هيتعمدوا في كنيسة الكاتدرائية حيث البابا البطريرك وتجري مراسيم المعمودية. السؤال رقم 15: من أين بدأ الطقوس سنوي فريحي حزيني وهكذا، والألحان التي نقولها في كل مناسبة ونعيش بها الحدث، هل كانوا في القرون الأولى يرتلونها أيضا، أم كيف كانوا يعيشون المناسبة؟ بنعرف من مذكرات السائحة الإسبانية إيجيريا اللي زارت أورشليم في القرن الرابع الميلادي أن الاحتفالات الكنسية
اللي بدأت تمارسها كنيسة أورشليم في القرن الرابع الميلادي، وانتقلت إلى الكنائس الأخرى، ولا سيما الاحتفال بعيد الفصح اللي هو عيد القيامة. لم تكن تفرق هذه الاحتفالات، لم تكن تفرق بين آلام الرب وبين قيامته، بل كانت تجمعهما معا في ذات الوقت، أي الاحتفال بموت الرب وقيامته معا. كانش فيه في القرون المبكرة احتفال بالآلام منعزلة عن القيامة. عشان كده لو تفتح كتاب الأبصالمودية وتقرأ دوكسولوجيات عيد القيامة، تلاقي الدوكسولوجية بيذكر فيها موت الرب وقيامته، برغم إن هي دوكسولوجية بتقال في عيد القيامة. ودي أحد الأدلة أو البراهين اللي بتميز أو اللي بتبين قدم هذا النص. مع مرور السنين بدأ فيه تمييز بين اللحن الفريحي واللحن السنوي. وفي القرون الوسطى بدأ يظهر تعبير اللحن الحزيني، أو أن المرد الفلاني يقال بلحن الحزن، وهو ما نقرأه عند ابن سباع وابن كبر في القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. وانتشرت مثل هذه التعبيرات انتشارا واسعا في الكنيسة بعد طباعة دلال أسبوع الآلام اللي اتطبع سنة 1920. بتذكر بيتردد فيه كثيرا تعبير اللحن الحزيني أو لحن الحزن. وعن هذا الكتاب نقلت كل الكتب التي طبعت عن صلوات البسخة المقدسة، برغم أن مخطوطات ترتيب البيعة اللي حفظت لنا طقوس صلوات البسخة المقدسة تخلو من مثل هذه التعبيرات. يعني مثلا مخطوط ترتيب البيعة برقم طقس 118 بمكتبة البطريركية بالقاهرة اللي منسوخ سنة 1911 بيخلو من تعبيرات الحزن والحزيني. والطقس بيبقى زي ما يكون كده واحد يرمي بذرة في الأرض ويسيبها تنمو بعد سنين، بعد قرون، وتكبر 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 لحد ما تبقى شجرة ضخمة زي ما احنا بنشوف دلوقتي ان تجلل الكنيسة بالسواد في اسبوع البسخة. حتى المنجلية اللي هنقرأ عليها انجيل، الانجيل المقدس اللي هو اسمه الانجيل ايفانجيليون، يعني بشرط الفرح، حتى المنجلية اللي بيتحط عليها الإنجيل بيلبسوها ثياب سوداء، حتى الهيكل اللي بيرمز إلى السماء يحطوا عليه ستر أسود، وعلى العمدان بتاعت الكنيسة وعلى الحيطان حاجة بقى شيء غريب جدا. لقد تمادت التنبيهات الطقسية الواردة في بعض مخطوطاتنا اللي بتعود للقرن الستاشر الميلادي إلى حد قولها يكسى الهيكل بكسوة سوداء. كده ما هو هي بذرة اترمت وقعدت تكبر،
فالهيكل يتكسب كسوة سوداء، والكليروس في أسبوع الباسخة يلبسوا بلامس سوداء، برغم أن قانون الكنيسة صريح وواضح أن ملابس الخدمة في الهيكل بيضاء. فهو بذرة صغيرة صارت تنمو 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 لحد ما وصلنا إلى هذا الشكل. الهيكل يكلل بالسواد، يعني الهيكل ده هو إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحسب أننا قائمون في السماء، ليظل الهيكل هو السماء عينها، إزاي يتجلل بالسواد؟ والعبارة دي ليس لها وجود لا عند ابن سباع ولا عند ابن كبر، مما يعني إنها دخلت إلى الكنيسة بعد القرن الرابع عشر الميلادي. ملخص الكلام أن الكنيسة ليس بها ألحان حزيني ولا ألحان حزينة، لأن الكنيسة بيت الفرح، بيت الملائكة، حتى في يوم الجمعة العظيمة بتتسمى في مخطوطاتنا القديمة جمعة خلاصنا، يعني آلام خلاصية أفضت إلى خلاص، فالألم نتج عنه خلاص، فنبقى داخلين الكنيسة مش مكتئبين وحزانة عشان المسيح بيتألم، لكن فرحانين أن آلام المسيح خلصتنا من الموت. ففي فرق بين لحن حزيني ولحن جنائزي. مفيش حاجة اسمها لحن حزين في الكنيسة، مفيش حاجة اسمها كده. يعني مثلا لحن بيكثرونوس اللي بيقال أثناء الدفن في الساعة الثانية عشر، لو حد سمع لحن بيكثرونوس أو اشترك فيه ما يقدرش يقول إن ده لحن حزين، ما هوش حزين، لكن هو لحن جنائزي، جنائزي يبعث على الرهبة على الخشوع ولكن ليس على الحزن. ده من جهة كلمة السؤال الحزيني، الطقوس الحزيني، مفيش حاجة اسمها كده في الكنيسة، دي مسميات دخلت خلسة في قرون الضعف وانتشرت في الكنيسة. احنا ما بنسموهوش أسبوع الآلام، الكنيسة القبطية لا تعرف هذه المسميات، الكنيسة القبطية بتسميه أسبوع البصخة، بصخة أي عبور من الموت إلى الحياة، لكن مش آلام، أو تسميها آلام خلاصية. أما موضوع أسبوع الآلام ده مسميات غربية دخلت إلى بعض الكنائس الشرقية وتسربت منها إلى الكنيسة القبطية، لأننا لم نعد نعي تراثنا الليتورجي القديم. أما من جهة اللحن الكياهكي فمن المعروف أنه لم تعرف الكنيسة القبطية الأبصلمودية الكياهكية إلا في القرن الخامس عشر الميلادي، لأنها حتى ذلك الوقت كانت الكنيسة بتستخدم أبصلمودية واحدة اللي اتسمت فيما بعد أبصلمودية سنوية علشان تتميز عن الأبصلمودية الكياهكية، فربما يكون ظهر اللحن الكياهكي في هذا الوقت أيضا.
حقيقة ليس لدينا تأريخ واضح لمؤلفي هذه الألحان إلا ما نظر، زي مثلا لما نقول اللحن السنجاري نسبة إلى بلدة سنجار، أو اللحن الأدريبي نسبة إلى بلدة أدريب، وهكذا. السؤال رقم 16، أبونا قال مفيش مصدر للليتورجية في القرنين الأول والثاني، يبقى مين قال؟ يعني أنا تهيألي لما حد يبعت لي سؤال بلاش ما يكتبش بالفلاحي كده بالبلد، يعني نكتب لغة عربية بدل ما يقول مين قال، يقول من الذي قال، عشان لازم يعني إحنا فقدنا اليوناني وفقدنا القبطي ومش بقى لنا غير اللغة العربية. فأنا بقرأ بالنص اللي هو جاي لي، أبونا قال ما فيش، طبعا ما فيش دي مش لغة عربية، أبونا قال ما فيش مصدر للليتورجية في القرنين الأول والثاني، يبقى مين قال إن القداس الكيرلسي ماري مرقس هو الذي كتبه؟ هو برغم إن السؤال يعني في اللغة العربية ما هواش مكتوب بلغة فصحى، إلى إنه سؤال مهم جدا، واضح إن اللي كان بيسمع المحاضرة من حقه تماما يسأل هذا السؤال. بأكرر تاني وأقول لا يوجد لدينا أي مصادر ليتورجية لكنيسة الإسكندرية تحديدا في القرنين الأول والثاني للميلاد، ولكننا نعرف أنه تم اكتشاف أقدم برديتين تحويان النص اليوناني للقداس المرقسي، بيؤكد علماء الليتورجية بعد فحصهما إن النص يعود إلى القرن الرابع الميلادي، أي قبل زمن القديس كيرلس الكبير اللي عاش في القرن الخامس الميلادي. البردية الأولى اسمها بردية ستراسبورغ، ويتم اكتشافها سنة 1928، وهي باللغة اليونانية على ورق البردي، محفوظة في مكتبة جامعة ستراسبورغ برقم جي آر، جريك يعني يوناني، 254. بتشتمل على جانب من الجزء الأول من لتورجية ماري مرقس الرسول، واستدل العلماء الذين فحصوا هذه البردية على أن زمن كتابتها يرجع إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادي. البردية الثانية هي بردية دير البلايزة اللي ذكرناها من شوية، تم اكتشافها بالقرب من أسيوط سنة 1907 ميلادية، وتعود إلى القرن السادس الميلادي، محفوظة حالياً في مكتبة بودليان بأكسفورد بإنجلترا تحت رقم جي آر إل آي تي، يعني جريك لترجي يعني يوناني طقس، دي 2 إلى 4 حسب ترقيم مكتبة بودليان. البردية بتاعت البلايزة بتحوي النص اليوناني لليتورجية القديس مرقس الرسول اللي بيكمل بردية ستراسبورغ السابق ذكرها. بردية البلايزة بتحوي في نهايتها عنوان هو الاعتراف بالإيمان، وتحت هذا العنوان أؤمن بالله الآب ضابط الكل وبابنه الوحيد يسوع المسيح وبالروح القدس وبقيامة الأجساد في الكنيسة المقدسة الجامعة،
هو ده قانون الإيمان اللي بيردده المعمد في الكنيسة القبطية حتى اليوم، وهو أقدم من قانون الإيمان النيقاوي اللي اتحط في مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، أوائل القرن الرابع الميلادي، أي أن نص البردية يعود إلى ما قبل القرن الرابع الميلادي. فده بيبين أن بردية استراسبورغ وبردية دير البلايزة بتحويان نص القداس المرقسي قبل زمن القديس كيرلس الكبير. ما عندناش وثائق في القرنين الأول والثاني، لكن البرديتين دولت اللي بيعودوا إلى ما قبل القرن الرابع الميلادي برغم أن النص نفسه يعود إلى السادس، بيثبتوا أن القديس مرقس الرسول هو اللي عمل هذا القداس. السؤال رقم 17، لماذا صلاة باكر 19 مزمور بالرغم من أن باقي الصلوات 12 مزمور؟ ومن الذي حدد العدد؟ حتى زمن البابا أثناسيوس الرسولي في القرن الرابع الميلادي لم يكن عدد المزامير في صلوات السواعي قد تقنن ب12 مزمورا، إذ ترك البابا أثناسيوس عدد المزامير تبعا لقدرة المصلي واحتماله. ولكن بعد هذه الفترة بسنوات قليلة بنلاقي أن تحديد المزامير ب12 مزمور صار تقليدا راسخا في عموم أديرة الوجه البحري والصعيد على السواء. ده عرفناه من كتاب التاريخ اللوزياكي اللي كتبه بلاديوس سنة 420 ميلادية بعد أن زار طيبة في صعيد مصر خلال الفترة من سنة 390 إلى سنة 399 ميلادية. بيذكر أن الاثني عشر مزمورا ترتل في خدمات النهار والليل. بيصف لنا يوحنا كاسيان اللي زار مصر خلال الفترة من سنة 370 إلى 400 ميلادية، بيصف الخدمات الليتورجية التي مارستها الأديرة البحرية، وذلك في كتابه الشهير المعاهد أو الأنظمة الرهبانية. بيذكر فيه أن خدمات سواعي الغروب ونصف الليل يرتل فيها 12 مزمور. بعد أن انتشرت الرهبنة في فلسطين وما بين النهرين وسوريا وكبادوكيا نقلا عن مصر، عاش الرهبان بالقرب من مراكز المدن في البلاد السابق ذكرها، واتصلوا بالحياة الكنسية كما يمارسها العلمانيون في كنائس هذه المدن، تبنوا ما رأوه من طقوس كنسية وناقلوها إلى صلواتهم وخدماتهم الدائرية دون أن يتخلوا عن الأبصلمودية والمزامير اللي ورثوها من أديرة الوجه البحري في مصر. عندنا مخطوط أجبية بيعود إلى القرن 14 الميلادي برقم طقس 361 بالمتحف القبطي بالقاهرة،
بيحوي 12 مزمور لكل ساعة من السواعي، وهو ده اللي بيذكره أيضا ابن كبر في القرن الـ14 الميلادي. في القرن الـ14 الميلادي بدأت بعض مخطوطات الأجبية تضيف مزامير أخرى، فبيذكر مخطوط الفاتيكان، في مخطوط للفاتيكان موجود في مكتبة الفاتيكان يعود القرن الـ14، بيذكر 15 مزمور لصلاة باكر. وبعد كده بنلاقي في مخطوطات الأجبية المتأخرة زمنيا بدءا من القرن الـ16 الميلادي تضيف 7 مزامير على الـ12 مزمور بتوع باكر. يعني ملخص الكلام إن الـ19 مزمور بتوع صلاة باكر لم تعرف بهذا الرقم إلا مع حلول القرن الـ16 الميلادي. السؤال رقم 18، أبونا بيتكلم أن وجود السنكسار بعد قراءة البولس والرسائل الجامعة والإبراكسيس بيفصل روحانية لدى حضور القداس الإلهي وليس موجود في الليتورجية. إذن لماذا وضع قبل قراءة الإنجيل ومن وضعه؟ يعني زي ما قلت في المحاضرة أن وجود السنكسار في هذا المكان بيفصل ما بين الرسائل البولس والكاثوليكون وفصل أعمال الرسل، يفصلها عن الإنجيل. والحقيقة أن هذه القراءات الكتابية كلها بتخدم موضوع واحد أو مسار واحد، بيفصل هذا الاتصال قراءة السنكسار. فمين اللي حط السنكسار في هذا الوقت في هذا المكان؟ لما نفحص مصادرنا الطقسية القديمة بنلاقي أنها لا تشير إلى قراءة السنكسار بعد فصل الإبراكسيس كما نمارس اليوم. فبحسب ترتيب القداس في كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة، وكانت هي المقر البطريركي قبل أن ينتقل إلى كنيسة العذراء بحارة زويلة في أول القرن الـ14 الميلادي، بنلاقي أن قراءة السنكسار تكون بعد إنجيل رفع بخور باكر وليس قبل إنجيل القداس. هذا هو موضع الطقسي القديم، وهو ما يذكره ابن كبر وابن سباع أيضا والبابا غبريال الخامس في القرن الـ15 الميلادي، وهو نفس ما يذكره أيضا كتاب مشهور اتعرف في العصور الوسطى اسمه كتاب سر الثالوث في خدمة الكهنوت، وهو لأحد علماء الكنيسة القبطية في العصور الوسطى. بل إن كل مخطوطات الخلاجيات التي لدينا تخلو من ذكر قراءة السنكسار في هذا المكان من القداس الإلهي. عشان كده قراءة السنكسار ما بين قراءة الفصول الكتابية وفصل الإنجيل المقدس في القداس الإلهي هو طقس دخل الكنيسة مؤخرا، يعني بعد القرن الـ15 الميلادي.
وهو ما شاهده بعض المستشرقين الأجانب اللي زاروا الكنائس القبطية في غضون القرن 17 الميلادي وما بعده. السؤال رقم 19، أبونا قال إن الطقوس اللي فاهمينها في القداس دي بيقول عليها تأويلات مش تأملات، زي تعميد القربانة اللي معظم اللي بيخدموا علموه لأولادهم في الخدمة. هل كده تعليمنا غلط؟ وإزاي نصحح ده مع كل الاعتراضات اللي هنقابلها طبعا؟ أنا سبق أجبت عن هذا التساؤل لما جاوبت على السؤال السادس. كنيستنا القبطية كنيسة تقليدية تعتمد في تعليمها على الكتاب المقدس وكتابات آبائها القديسين رجوعا إلى الرسل القديسين. تراثنا الليتورجي محفوظ في المصادر التي سبق أن تحدثت عنها في إجابة السؤال السادس، وأي تعليم يخرج عن هذا المسار التقليدي للكنيسة هو تعليم خاطئ. فهل هنتغاضى عن تراثنا وتاريخنا الليتورجي خوفا من الاعتراضات؟ يعني كيف يعترض أحد على شيء غلط؟ يعني أقصد لو حد قال حاجة صح يعترض عليها ليه؟ بس ما يكونش هو اللي بيقول، عشان كده محدش من نفسه يقول. احنا كل ما نقوله هو ما تذكره مخطوطاتنا وأقوال آبائنا القديسين ونصوص صلواتنا الليتورجية القديمة. فطالما الشخص مش بيقول حاجة من عنده، فأي اعتراض مش هيهمه لأنه ما يخصوش هو شخصيا. السؤال 20 والأخير، ما المعنى والمغزى وراء أننا نصوم في صوم الميلاد 6 أسابيع، 42 يوم زائد يوم البرامون كما قلت قدسك، وليس 40 يوما على مثال موسى النبي قبل استلام الشريعة؟ بعد انفصال عيد الميلاد عن عيد الغطاس في مصر في القرن الخامس الميلادي، وأصبح عيد الميلاد عيد مستقل قائم بذاته، ظل عيد الميلاد يسبق بصوم يوم واحد قبله هو يوم البرامون، واللي كان أصلا هو يوم البرامون لعيد الغطاس. يعني لما كان العيد الغطاس له يوم برامون صوم، وعيد الغطاس انفصل عنه عيد الميلاد، فبقى يتصام لعيد الميلاد يوم برامون سابق للعيد. أما من جهة صوم الميلاد فقد عرف هذا الصوم في الغرب أولا في فرنسا في النصف الأخير من القرن الخامس الميلادي، وكان الصوم ده بيمتد 6 أسابيع تقلصت إلى 5 أسابيع صوم فقط في كل من إسبانيا وشمال غرب إيطاليا.
وجنوبها. قد وقف الصوم السابق لعيد الميلاد في الغرب تماما، وأصبحت الآحاد الأربعة التي تسبق العيد هي القاعدة الثابتة كفترة تمهيد وتهيئة له، تهيئة للعيد. من الغرب انتقل صوم الميلاد إلى الشرق، حيث عرفوا الروم والسريان والأرمن ثم الأقباط فيما بعد. وبرغم توقفه في الغرب استمر معمولا به في الشرق. ولكن وقد عرف بعض الأقباط، ولا سيما في كنائس الصعيد كما يذكر ابن كبر، عرفوا صوم الميلاد لمدة 27 يوم بالإضافة إلى يوم البرامون عشان تكون مدة الصوم 28 يوم تبدأ من أول شهر كياك، حيث يكون عيد الميلاد في 29 من هذا الشهر. وده كان قبل القرن الـ13 الميلادي، يعني هذا الصوم اتعرف في كنائس الصعيد قبل القرن الـ13 الميلادي. أما التطور الليتورجي الأخير لصوم الميلاد فكان في زمن البابا خريستوزولوس النصف الثاني من القرن الـ11 الميلادي، لأنه بحسب القانون، حسب قانون البابا خريستوزولوس رقم 18، امتد صوم الميلاد إلى 6 أسابيع، أي 42 يوم، بدءا من 16 هطور اللي كان بيوافق 25 نوفمبر إلى 27 كياك اللي بيوافق 5 يناير. نقلا عن الغرب يضاف إليها صوم يوم البرامون، وهو يوم 28 كياك اللي هو بقى 6 يناير في وقتنا الحاضر. وهو صوم البرامون ده لم يتزحزح عن موضعه حتى اليوم، فبقت مدة الصوم 43 يوم. يعني الصوم بقى 43 يوم بدءا من زمن البابا خريستوزولوس 66 في النصف الثاني من القرن الـ11. وبرغم ان البابا خريستوزولوس اصدر هذا القانون، الا ان كنائس الصعيد او بعض كنائس الصعيد ظلت لا تراعي هذا الصوم وحافظت على نظامها القديم انها بتصوم من اول كياك. في النهايه الـ43 يوم هم اللي استقروا وانتشروا في كل الكنيسه القبطيه، 6 اسابيع صوم بحسب قانون 18 للبابا خريستوزولوس زائد يوم البرامون. فأصبح صوم الميلاد عند الأقباط 43 يوم. ولأن الأقباط لم يكونوا يعرفون تاريخهم الليتورجي، راحوا بصوا على الكنيسة البيزنطية فلقوا الصوم فيها بيمتد لـ40 يوم، أن الكنيسة البيزنطية بتصوم 40 يوم. فطلع واحد من الأقباط وعاوز بقى يعلل الـ43 يوم بتوع صوم الميلاد عندنا، فقال إن هم 40 يوم مثال الفطرة التي صامها موسى النبي على الجبل، يضاف إليها صوم 3 أيام تذكارا لمعجزة نقل جبل المقطم اللي حدثت في القرن العاشر الميلادي.
ولأن الأقباط مش عارفين تاريخهم الليتورجي كويس فمشوا ورا الكلام ده، حتى أن هذا الكلام اتسجل في السنكسار اللي بيتقرا في الكنيسة. في حين أن البابا خريستوزولوس لم يشر إلى ذلك التفسير ولو إشارة من بعيد. الحاجة المؤسفة جدا في هذا التأويل، ما ده اسمه تأويل دلوقتي، إن 43 يوم بهذا التفسير اللي هم 40 يوم صامهم موسى زائد 3 أيام لنقل جبل المقطم، هذا التأويل الخاطئ قد أسقط وأغفل ذكر صوم يوم البرامون اللي احنا لازلنا بنصومه حتى اليوم قبل عيد الميلاد. يعني لو كان حد انتبه إلى هذا التفسير أو هذا التأويل الخاطئ كان يسأل أمال فين برامون الميلاد؟ الطقس كأنه محافظ على برامون الميلاد لحد النهارده، إنه بيتصلى بالطقس السنوي خلافا للطقس الكياهي اللي بيمارس فيه شهر كياهك، فلسه الطقس محافظ على حاجة اسمها برامون الميلاد. فده بيؤكد أن هذا التفسير اللي أقحم صوم 3 أيام خاصين بجبل المقطم، بنقل جبل المقطم، هو تأويل خاطئ غير مقبول، برغم أنه دخل إلى كتاب السنكسار في الكنيسة القبطية. دول ال20 سؤال اللي وصلوني واللي بالكاد قدرت أجاوب عليهم خلال الفترة الضيقة الماضية. أتمنى أن يكون الإجابات اللي أنا قلتها واضحة، وأنا مستعد بعد ما الدكتور سينوتي نظم الأسئلة أن أنا أجاوب على أي سؤال ينطلب مني دلوقتي. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. بنشكر قدسك كتير يا أبونا على يعني الاستفاضة في الإجابة على الأسئلة، ويعني الحقيقة يعني رغم تشوع يتنوع الأسئلة وتشعبها، لكن قدسك اديتنا الإجابة الشافية ليها. شكرا. دلوقتي في فرصة زي ما أبونا قال لنا، لو حد محتاج يسأل يرفع إيده في ريز هاند أو يكتب على الشات ويتفضل يسأل. على ما تجهزوا أسئلتكم أنا ممكن أسأل أنا يا أبونا. تفضل يا دكتور. أبونا النهاردة 21 برمهات، وهو العيد الشهري للقديسة العذراء مريم أمنا. فإحنا النهاردة بنقرأ قبل إبصارية الصوم، بنقرأ إبصارية الحد الأولى اللي هي إبصارية العذراء. وطبعا تاريخيا يعني الإبصارية المفروض انها تمجيد للسيد المسيح والثالوث القدوس، لكن على خلاف ذلك في بعض الإبصاريات للعذراء وللقديسين. فممكن قصك تدينا فكرة عن تاريخها، وهل ممكن نصليها في الصوم كده زي ما الطقس بيقول لنا يعني؟ الإبصاريات أساسا هي موجهة إلى السيد المسيح، ولا سيما إلى اسم يسوع، ولكن مع دخول القرون الوسطى ولا سيما من القرن ال15 فصاعدا دخلت إبصاريات موجهة للعذراء، زي مثلا إبصارية للعذراء بتتقال في أوتوكية يوم الأحد، ودي إبصارية حديثة جدا
الإبصالية يعني تختص بالسيد المسيح، لكن العذراء والشهداء والقديسين بيتقال لهم دوكسولوجيات. ولو الطقس قال لك تقول ما انت ما ينفعش كل واحد فينا يعمل اللي هو عايزه، فاحنا برغم معرفتنا بان دي مش مضبوطة او دي صحيحة او اننا بنلتزم بما تمارسه الكنيسة، بس مش معنى كده نبقى مش عارفين، يعني نعرف الصحيح ولكن نلتزم بالسياق العام للكنيسة زي ما بيقولوا، عشان منشز ما نبقاش حاجة شاذ عن الجماعة يعني. فهنضطر نلتزم بالطقس حتى لو اتقال كده. أستاذة سونيا منير، تصوني سونيا، في سؤال عند حضرتك. طب عشان الوقت، هي تصوني كاتبة السؤال فأنا هقراه. بتقول: إحنا دلوقتي كخدام نعمل إيه في مواضيع شرح الطقس؟ مثلا زي شرح 43 يوم صوم الميلاد كمادة في الخدمة، نقول فيها إيه؟ نقول فيها اللي أنا قلته دلوقتي. ما هو لو كان عرفنا الصح زي ما أنا قلت دلوقتي، لو عرفنا الصح ما ينفعش نتجاهله، فإحنا بنقوله، ولا سيما للاجتماعات مثلا الخدمة، اجتماعات الخدام، لكن نتفادى إن إحنا نسبب عثرة للآخرين. يعني لازقين حد هيبقى يزعل ويعترض احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نعرف الناس بالصح. لكن طالما عرفنا لازم نبقى بنشهد لهذا الصح. هنقول زي ما انا قلت دلوقتي في موضوع 43 يوم، ولما حد يسأل حط المسؤولية عليا انا. شكرا يا بونا. في أي حد عنده أسئلة تاني؟ طيب ربنا يوفقكم ويكون معاكم. انا شايف ان مفيش حد عنده اسئله، يعني فهمنا كل الكلام اللي اتقال تقريبا. طيب نقول دكتور انا لازم كنوت، انا اروح. عايزه اسال، انا رفع زيك. انا اسف، معلش. تصوني، انا سيمون، هي مديرة المعهد ومحتاجة تسأل سؤال. اتفضلي اتفضلي. تصوني. مش عارفه اقول قدسك ايه بنا. انا بتمنى كل المرات تبقى قدسك. ميرسي جدا، دي اول حاجه. تاني لا حاجه عايزه اسال قدسك، عايزة أعرف تاريخ صيام الرسل في الكنيسة، وعايزة أعرف كمان رأي قدسك في إنه شوية بيبقى طويل وشوية بيبقى قصير. شكرا يا بابا. صوم الرسل في الكنيسة، بعد بحث في هذا الأمر بتدقيق، الذي وضعه في الكنيسة بوضعه الراهن هو البابا خريستوزولوس 66 في النصف الثاني من القرن 11 الميلادي. أما سبب إن صوم الرسل بيجي فترة في وقت من الأوقات طويل وقت قصير، هو إيه؟ إن بدايته غير محددة. صوم الرسل بدايته غير محددة ونهايته محددة. بدايته غير محددة لأنه مرتبط بعيد العنصرة، بيبقى جاي تاني يوم عيد العنصرة على طول، وعيد العنصرة بيجي في اليوم 50 من عيد القيامة، وعيد القيامة من الأعياد المتغيرة لأنه بيتبع قانون مجمع نيقيا أن يكون عيد القيامة في الأحد التالي للهلال شهر نيسان، عشان نكون بنعيد عيد القيامة بعد ما يكون اليهود عيدوا الفصح اليهودي بتاعهم. وبما أن
التقويم القمري متغير، فبيجي عيد القيامة مرة قريب قوي من عيد من نهاية عيد من صوم الرسل اللي هو 12 يوليا، ويجي في مرة تانية بعيد عنه قوي. فعشان كده العيد بتاع الرسل عندنا في الكنيسة القبطية بيتغير طولا وقصرا بسبب أن بدايته غير محددة ونهايته محددة. ومن جهة أخرى، لأننا في الكنيسة القبطية لازلنا بنعتمد على التقويم اليولياني، فده أحد الأسباب أيضا اللي سببت هذا الأمر. أما الكنائس اللي اعتمدت التقويم الغرغوري المعدل، فأصبح فيها صوم الرسل مدته أقصر، وأحيانا بتيجي سنة من السنين ما فيهاش صوم رسل، لأن التقويم الغرغوري أكثر دقة من التقويم اليولياني اللي احنا بنتبعه حاليا. لكن وضع صوم الرسل بأنه يبقى تالي، يعني تاني يوم عيد العنصرة ويمتد لحد عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، اللي عمل ده هو البابا خريستوزولوس 66. أبونا معلش، أبونا كيرولس كمان عنده سؤال. اتفضل يا اتفضل. بس أبونا. قبل ذكرك ليك يا أبي. أنا حبيبي الله يخليك، الله يسعد راسك. ما حدش يقول لي قبر رجليك، دي صعبة قوي، ولا حتى ايديك كمان. سلام لا يا عليكم. أبونا، إزاي قصدك بتعلمنا لا العفو يا وبتفتح أذهاننا. ربنا كتر يخليك خير. لينا. تعيش. أبونا، بالنسبة لعيد القيامة بعد الفصح اليهودي، السنة دي الفصح اليهودي كان الحد اللي فات أو من أسبوع تقريباً، وكان عيد القيامة في الغرب الحد اللي فات. كان الأسبوع ده يوم الحد الشعانين بتاعهم، الحد اللي فات اللي هو الفصح اليهودي، والحد جاي حد القيامة عندهم. احنا لسه العيد بعد شهر، إذا احنا مش في نفس، هل ده بسبب اختلاف التقويم؟ لأن إحنا العيد بتاع القيامة عندنا، لأننا ماشيين على التقويم اليولياني القديم، بيتفاوت 5 أسابيع أحيانا، بيفوت 5 أسابيع أحيانا عن عيد الفصح اليهودي. لكن التقويم الغرغوري المعدل اللي بيتبعه الغرب لازال محافظ على قوانين الكنيسة القديمة، إنه بيجي مباشرة في الأحد التالي للفصح اليهودي. إحنا عندنا التفاوت ده حاصل بسبب التقويم اليولياني اللي إحنا متبعينه دلوقتي. مش إحنا بس، إحنا وفي كنائس أخرى في الشرق المسيحي تتبع هذا التقويم القديم. تسوني سهير، شكرا. تسوني سهير عندها سؤال، اتفضلي تسوني. سلام قدس أبونا. سلام. نعم أبونا، إحنا في صلاة اللقان، قداسات اللقان، وفي المعمودية بنصلي على المية وعلشان طرد الروح الشرير من المية. معلش سامحني يا قدس أبونا، إحنا بنآمن إن المية فيها عدو الخير موجود في المية، وإحنا الكنيسة بتصلي عشان تطرد الروح الشرير منها، ولا أنا لا فاهمة غلط؟ لا مش كده. صلوات المعمودية فيها صلوات مطولة لطرد الأرواح الشريرة من الشخص اللي هيتعمد، مش من المية، لأن الكنيسة عندها اعتقاد قوي جدا أن قوى الشر، قوى الشيطان، بتملك العالم سواء في الأفراد أو في الدول. عشان كده كان دايما صلوات التعظيم او الاستحلاف او الاستقسام اللي بتمارس على اللي تقدمه للمعمودية كانت بتتم يوميا طيلة الصوم المقدس الكبير على اللي هيتعمده، وصلوات مطولة.
لما تقريها تلاقيها صلوات ما هيش خرافات، دي صلوات حقيقية، لأن الإنسان هينزل المياه ليخرج منها ابن الله، لكن ما فيش صلوات بطرد الأرواح من المية، لا هي صلوات من أجل طرد أو من أجل المعمد لكي لا يسكن فيه أي روح شرير. ولازم نؤمن بأن الغرب كان بيستهتر بهذه الأمور سابقا، ولكنه الآن الكتاب الغربيين اقتنعوا بأهمية هذه الممارسات الشرقية اللي كانوا بينظروا لها بنظرة استخفاف. لكن مية المعمودية ما فيهاش كده، مية المعمودية بنصليها عشان يبقى لها قدرة على أنها تلد إنسانا جديدا ابن الله. هذا هو السر، زي المية اللي أنا بدفن فيها بطلع ابن الله، هكذا أيضا خبزة الإفخارستية بأصلي عليها عشان بالاستدعاء تصير جسد حقيقي للمسيح. هو ده السر. شكرا أستاذ أبونا، ميرسي. أبونا بنشكرك كتير قوي على الوقت الطويل اللي قدسك قضيته معانا، وإحنا أخذنا بركة كبيرة. اسمح لنا يا أبونا لو في مزيد من الأسئلة بعتها لقدسك، وحتى لو تجاوبها لنا يعني على الواتساب أو الميل أو حاجة، ونبعتها للناس اللي لو لا الله، ممكن. لا لا أخي تعافيني من الشغلانة دي، أقول لك ليه؟ حاضر. لأن الأسئلة اللي أنا اللي جات لي كانت أسبوع بالنسبة لي عشان أجاوب على 20 سؤال، كان وقت قصير جدا، لأن كثيرون بيظنوا إن أنا مش بأبذل مجهود عشان أجاوب، يعني لكن أكيد عارف يعني، لكن الحقيقة غير كده خالص. ف يعني لنا لقاء في السنة القادمة إن كان لنا عمر إن شاء الله يعني. إن شاء الله يا مدام. شكرا، وأشكركم جدا على اللي كنتوا استحملتوني وطولتوا بالكم عليا الحاد، العفو يا أبونا، العفو يا أبونا. شكرا جزيلا، نشكرك. ربنا يحافظ عليكم، ميرسي. صلي لنا كتير يا أبونا، صلي المعهد كتير. ربنا يحافظ عليكم، اللهم اجعلنا مستحقين ونقول بشكر يا أبانا الذي في السماء. ربنا يبارك فيك ويحافظ عليك، وشكرا جزيلا، تصبحوا على خير. واتساب من أهل الخير.